صديقنا المحترم محمد عواد. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ ناصر؟ يا حبيب قلبي يا محمد، ازيك؟ والله وحشني، وطبعا مليون سلامة عليك، واحنا يا رب نتشرف دايما ان احنا نسمع صوتك وما تغيبش عننا تاني. ربنا ما يحرمني منك يا رب، ربنا يبعد عننا وعنك المرض يا رب يا محمد. يا رب، انا قلت لك هي عشوة في البرنس هتبقى تمام وزي الفل، انت اللي مش راضي. ما هو دلوقتي ما ينفعك المناعة، عايزة كمان لسه. الله الله يعني يعينك، الله يعينك. انما انت ليك عندي واحدة يعني ان شاء الله بإذن الله، بس ربنا يا رب يسترها على كل المصريين خلال الدنيا صعبة. الايام دي وشهر رمضان ربنا يعديهم على خير. والله الدنيا صعبة فعلا ربنا يعديها. وارجع ووجه كلامي لمعالي الوزيرة المحترمة هالة زايد ولخالد بيه مجاهد المتحدث الرسمي وللدكتور سامح العوضي مدير مكتبه. أرجوكم أرجوكم، سوهاج بتعاني والمستشفيات متكدسة، وهناك أزمة في أجهزة التنفس الصناعي، و90% من المستشفيات تحولت إلى عزل. لو سمحتوا مزيد من الاهتمام، ومعالي وكيل وزارة الصحة في سوهاج رجل محترم ورجل فاضل ولا يتأخر، والناس المسؤولين كلهم في مديرية الصحة في سوهاج ما بيناموش ليل ونهار، ولكن مزيد من الاهتمام. دي حاجة. الحاجة التانية، الناس لازم تساعد الوزارة وتساعدنا يا جماعة، أرجوكم الإجراءات الاحترازية، أرجوكم. هو ده المهم ده أصلاً. أرجوكم الكمامات، أرجوكم التباعد. احنا دلوقتي عندنا في البلد في المراغة بيكلموني النهاردة، يعني كل يوم 4-5-6 حالات وفاة، والبيوت كلها اتملت كورونا، والمشكلة ان ما عندناش ثقافة التعامل مع كورونا. ثقافة التعامل مع كورونا اهم من العلاج. فارجوكم خلي بالكم من نفسكم، ارجوكم ارجوكم، ما فيش حاجة اهم من الصحة، وما فيش حاجة اهم من الحياة، لأنها دي أمانة ربنا ادهالك. ولما ربنا بيسترد أمانته اللي هي الروح وتنتهي حياتنا بالموت، أنت بتنتهي علاقتك بهذه الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. فأرجوكم حافظوا على أنفسكم لو سمحتوا. فضل يا محمد. في حاجة مهمة جدا أنا كنت عايز أتكلم فيها لو وقتك يسمح، يعني اتفضل. وقت يسمح ونص يا حبيبي، اتفضل. ده نداء لوزير الشباب والرياضة. أنا راجل أهلاوي مش إسماعيلاوي، بس أنا صعبان عليا حال النادي الإسماعيلي، ومفيش غير حضرتك على مستوى الإعلاميين في مصر اللي بيتكلم عن الإسماعيلي. ليه وزير الشباب بيصعب عليه جمهور الزمالك ومش بيصعب عليه شعب الإسماعيلية كامل؟ دي نقطة. النقطة الثانية، أنا بس حابب أقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الزمالك يصعد، بس اللغة اللي بيتكلم بيها إعلام الزمالك إن هو بيحط لود وضغط على لعيبة الترجي ممكن يقلب عكس، وخصوصا طبعا بلية الدلدول اللي يعصب اللي ميت مش اللي صاحي، يعني يهدى شوية ما يديش انطباع عند الناس ويحط عليهم لود ان انتوا هتعملوا انتوا هتسووا، فممكن يقلب الموضوع بعكسه فعلا. وهو كلام، خلي بالك يا محمد، كلامه كله خدوه الاعلام التونسي، لان النهارده لما جمهور يشتم وجمهور يرد عليه ما فيش اعلام بيقول لك الجمهور قال، لكن لما واحد مذيع رئيسي في قناه رسميه للنادي يطلع يقول ده، كل الإعلام التونسي النهاردة واخد كلامه وبيقول لك إيه، وبيقول لك القناة الرسمية للزمالك تهين الترجي. بيقول لك نادي الزمالك بيقول، يعني المشكلة إنها مش بتتقال عليك إعلامي مصري، لا ده بيقول لك نادي الزمالك بص بيقول. يا محمد، النهاردة كانوا محضرين حفلة وحملة على إني هتتأي. بص النهاردة أنا كان عندي قضيتين حساسين جدا. ما دي اللي جاي لك فيها. لا 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 لحظة بس أشرح لك. قضيتين حساسين جدا كانوا في درجة الاستئناف الأخيرة. كانت في قضية في دار السلام 6 أشهر حبس، وفي أكتوبر 6 أشهر حبس. والحمد لله الاثنين برا. لا لا، الزلنطحي بعت لي عن طريق واحد من خارج مصر، مش هقول الدولة عشان ما كشفهوش، لأن لو قلت الدولة هيعرفوا مين. بعت لي قال لي خلي بالك بيقول إنه هيحبسك قبل رمضان.
فانا بتابع القضايا، فعرفت ان القضيتين دول قبل رمضان باسبوع والاثنين في يوم واحد النهارده. فالمهم الاولى خدنا براءه والثانيه الحبس 6 شهور قلب 10,000 جنيه غرامه، وطعنا على الغرامه. وخلي بالك احنا الغرامات 90% اللي دفعناها استردناها، يعني بعد ما بناخد غرامات بناخد براءات. فالفلوس لا، انا اجدع منك بقى، انا اجدع منك. هو بيبعت لك عن طريق وسيط، انا دلوقتي الزلنطحي بيبعت لي رسائل كل يوم يوميا ابعت لك دلوقتي سكرينه منها، يعني لدرجه ان انا شكيت في الرقم لانه مش من ضمن الارقام اللي عندي، فبعت له قال لي لو مش مصدق ان انا هو كلمني، كلمته لقيته اهو. انت عايز اكتر من كده؟ عايز ايه بقى؟ مش ناسي اغنيه الزلنطحي ولا عايز ايه؟ والله من ضمن الكلام قلت له يعني انت ما تبتش من الاغنيه الاولانيه اعمل لك واحده كمان؟ قال لي يا سيدي والله العظيم انا هو، فقلت له الرقمين بتوعه هو يا ابني انا ده معايا، قال لي لا طب اتصل بيا وانا اللي هرد عليك. اتصلت بيه ورد عليا بس دي عادي يعني، مع يعني. مع رقم مكتوب عليه اسد مصر، لان هو بعيد عنك من كتر ما تلعب فيه بيعيش دور انه اسد مع نفسه يعني. لا الرقم ده اخره 03 او 073 حاجه كده، ما علينا يعني. ماشي، يبقى ده الارقام اللي هم 012. ما علينا يا سيدي. مش مشكله. فانا بس بطالب اداره الزمالك اللي ماسكه دلوقتي اللجنه المؤقته انها تبص الاعتبار للكلام اللي بيتقال على القناه الرسميه. يا محمد انا بشكرك على دي، بس دي ضمن المؤامره على اللجنه. اللواء عماد ده يدخل التاريخ هو واللجنه. اللجنه دي بص ميدو معاه على طول، بس قال امبارح كلمه حكمه، قال لك يا جماعه اللي يمسك النادي يجيب ناس جديده لان كل اللي حواليكم متآمرين. ما هو ده اللي احنا بنقوله، يعني انا واحد كان قاعد طول الوقت طول الوقت طول الوقت بيشكك في الناس اللي موجوده، كان اصلا بيشكك في اللي ماسكين دلوقتي. صح. انا اخليه يبقى الواجهه بتاعتي ازاي؟ خد بالك انا اصدقائنا من تونس وحبايب اخوتنا وعلى راسنا طبعا بيكلموني بيقولوا لي ايه يعني ايه اللي بيتقال ده؟ ايه العته ده؟ يعني انتوا مستنيين منا ايه؟ ده احنا كده احنا اللي هنقف في الملعب ونقول للعيبه سيبوا المولودية يصعد. يا بيت في يا بيت ده كتير. البت اللي اسمها حزن دي، البت اللي اسمها حزن المتخلفه دي، عامله اعلان لشركه اساس، اللي بخش على التعليقات اعلان ممول، يعني البت المتخلفه المذيعه دي اللي اسمها حزن، يعني ما انا مسميها الحزن. فالمهم ايه؟ واخد بالك؟ تخيل انت دخلت على التعليقات لقيت الناس بتقول ايه للمنتج مشهور بتاع اساس شركه كبيره، انا نفسي كنت بشتري منهم، لقيت الناس بتقول لهم ايه؟ بتقول لهم علشان دي زارتكم احنا مش هنشتغل مش هنشتري منكم. يا ابني هو في هو في حد يا طب استاذ بالله يا استاذ عبد الناصر ان في زملكاويه نفسهم قالوا ايه اللي بيعملوا ده؟ يا عم مش في زملكاويه بيقول لك دي مش قناتنا ولا تمثلنا. هقول لك بقى في حاجه تانية، عشان انت من شويه قلت الواحد لازم يرد الحق لاصحابه. اول حق انت ليك حق عندي لما انا اتحايلت عليك على الهوى ان انت تتنزل عن قضيه لولد بيشتم فيك لانه كان مريض، وانا اسف جدا ان انا اتحايلت عليك على الهوى وحضرتك، وانا قلت لك من عينيا وكلمت المحامي وقلت له اتنازل، انا هتنازل وهكلم الكابتن احمد شوبير كمان يتنازل. فدي انا بعتذر لك لان الولد في قمه قله الادب، يعني ربنا يديله حاله وربنا يصلح له حاله، وصدقني الفلوس مش هتنفع والله. لا ما هو المشكله ان في احكام اتخذت عليها، فيبدو اذا كان هو عرف او ما عرفش فالموضوع هيجه فاتجن، رغم ان ده كان من الطبيعي ان الاحكام تتاخد عشان انت تتنازل في المحكمه، لان بدل القضايا اشتغلت لازم تستمر. فالاستاذ محمد رشوان المحامي ومكتبه الكبير من اول دقيقه قال لي العيال دي انت ما فيش بينك ما بينهم غير كل خير وما تعرفهمش، وشتموك من غير ما يعرفوك، وانت رديت السيئه بالحسنه، بس صدقني انا مش هتنازل الا في المرحله الاخيره لاني واثق انه مش هيبطلوا شتم. فربنا كرم ومحمد ركوان كسب مني ومنك الرهان، لاني لما كلمت قلت له يا استاذ محمد خلاص في النهايات وبندور عليه
وينهم ورايحين. انا عايز اقول لك ان استاذ محمد رشوان ده محامي عبقري برضه، يعني محامي عظيم هو ومكتبه. بحييهم على الهوا. والاستاذ كمال شعيب انا بحييه على الهوا فعلا، حاجه كمال قصه تانية ده.